ديماس عارف راسي تعطلت عليكم، ولكن اليوم نجيب لكم واحد الخدعة. وهربانة عرفت شنو هي هربانة؟ واو شي حاجة نادية، يقدر يكون عندك اي شخصية بغيتي، ولكن ما كتدخلش بها تلعب بها زعما، دير باش السكرين تشوش اشوف تشباغي. دابا ندخل نوري لكم. المهم خاص يكون عندكم شوية الكونيكسيون ولا الويفي تقيل، حيت هاد الخضرة كتبغي الصبر، زعما ما يكونش عندكم الكونيكسيون مجهدة. المهم تشوف شحال عندي من شخصية، ما عندي لا كريستيانو ولا انا، فهمتك؟ شوف ما عنديش هاد الشخصية كاملة، ما عنديش مارو هما عندي ولا عندي، ولكن ماشي للأبد. المهم يعني كتجي هنا كتدخل تقليدي، كتمشي للعبة مصنفة، لعبة مصنفة تورك هنا، كدير نمط فارق هذا ديرو، كتورك عليه هذا كتولي مطابق تقليدي تلقائي بحيدة. المهم داكشي اللي دير هو خاصك تورك على البيت، صورت الشخصية الظهر وانتوما ديرو. أنا مش عندي انا كونيكسيون مجهدة، فهمتي؟ فهمتو؟ دير واحد لايك ما قلتيش ليكم، واشتركوا بالقناة ودير شي كومونتير زوين حيت نتوما زوينين. انا ما خرجش عندي وين نتكلم، نعاود ليكم شكل الدخول لما تفارق كتشوف على هاد الطابقة تلقائية، كيف لازم تشوف الشخصية الدولية فهمتي؟ شفت زي هذا نابت على الكرتونة كتخرج. أو لا عندك كريستيانو، دير لي سكرين شوت وكلشي، ولكن ما تدخلش بيه وما تدخلش الخزنة والشخصيات وداكشي، حيت غادي تحيد ترى شي حاجة وارد والله العظيم. ترى الهرب الخدعة الهرب، ما ديرو ديرو شي لايك. فهمت؟ ما عنديش ألوك، أو عادي ولا عندي ألوك، عندي دخلت بين هنا نحيد هاد المطابقة التلقائي. انا اللي بدا ادير الشخصية بس ندير هذا مشغول بير نيس المفهوم، وانا ندخل عندي ارو فهمت؟ ما ادري ايش هذا الهرب الدراري، والله العظيم والله العظيم شي هذا الهرب، ما تلقاش حل هاد الخدعة. سيب خدعة وين؟ عندي واحد سكرين شوت طاري صحابكم وداك الشي تمي. شوف المهم ديرك انا هما الخدع، نتمنى يكون يعجبوكم الخدع. تقدر دير اي شخصية اللي بغيتي لو كنت انت، وما تنساش لايك اخويا والله انا كنت جد بلايك لايك لايك واشتراك اصحيبي، وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.